مشاركة واسعة وحضور جماهيري لافت من مختلف الأعمار ميز المهرجان الثاني للفروسية الشعبية بمدينة الخمس. المهرجان الذي نظم تحت شعار السلام وأراد من خلاله المنظمون إحياء التراث الشعبي الأصيل الذي تشكل الفروسية أبرز معالمه. المهرجان يتجسد في الفروسية الشعبية وإقامة المهرجانات الشعبية لم الشمل الليبيين والمصالحة بيناتهم وتعرف على بعضهم، وإنما الشعب الليبي هو جسد واحد. نشكر كل الإعلاميين وكل من دعم هذا المهرجان. الفرسان الذين توافدوا على مدينة الخمس من مختلف أنحاء البلاد فاق عديدهم 25 عقدا للمشاركة في هذه الفعالية التي جهز لها مضمار نادي سيلين للفروسية المطل على الواجهة الجبلية الرائعة لمدينة الخمس، وتستمر فعالياته 3 أيام متواصلة يتخللها سباقات لعقد الفروسية ووصلات للشعر الشعبي. على خاشب بالحفايض ياسين حسب المطلوب جونا برابا ضايل. للم الشمل وللسلام اجتمعوا، وللخيول التي عقد على نواصيها الخير حمل فرسانها الأمان الطيبة للوطن الذي باعدت سنوات الحروب والخلاف بين أبنائه. وبعيدا عن كل ذلك يجد النشأ في هكذا مهرجانات مكانا لاكتساب الخبرة وتعلم المهارة التي يتوارثها الفرسان جيلا بعد جيل.